الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع إن شاء الله أن يكون واضحا اشتقاق منحنى التعاقد في صندوق إيجورث، Derivation of the contract curve of the Edgeworth box. أرجو أن يكون فيه فائدة لكم جميعا أحبة الطلبة، وخاصة طلبة الاقتصاد الجزئي المتقدم. وعلى بركة الله نبدأ. لنفترض وجود اقتصاد تبادل Exchange Economy، مقصود فيها بأن الأشخاص المتواجدين في هذا الاقتصاد يتبادلون السلع مقابل سلع أو مقابل نقود، يعني ليس هناك فرق، لكن المبدأ هنا بهمنا. فوجود اقتصاد تبادل Exchange Economy ووجود شخصين لنسميهما أحمد بالرمز A وعلي بالرمز B، لكل واحد منهما دالة منفعة، هناك دالة منفعة utility function لكل واحد منها لسلعتين. طبعا المنفعة من سلعتين، سلعة التفاح اللي هي نرمز لها بالرمز X باللون الأخضر، ولحم الضأن باللون الأحمر الغامق هنا Y كما يأتي الآن، هاي utility function. بالنسبة لأحمد هذه دالة المنفعة، لأحمد يوصب A تساوي X اللي هي التفاح للقوة 0.5. طبعا لأحمد الـ A لأحمد هنا A small A لأحمد مضروب طبعا هنا كمية التفاح هذه المرفوعة القوة نصف مضروبة في كمية لحم الضأن اللي هو بالرمز Y للقوة نصف. هنا القوة يعني ليست سحرية، أي قوة قد تنفع بهذه الحالة، لكن اخترنا هذه القوة اللي هي الجذر التربيعي هذا هو، لأنه ربما يكون من أهون العمليات الحسابية التي قد يعني لا تستغرق وقتا كبيرا. المهم هذا منحنى أو عفوا دالة المنفعة لأحمد من التفاح ولحم الضأن، وهذا الآن بالنسبة لعلي يوصب به دالة المنفعة له كذلك الأمر، التفاح والضأن، التفاح مرفوع القوة 0.5 اللي هو نصف، وواي مرفوع القوة نصف. فإذا دالتي المنفعة لكل منهم متشابهتان حتى أنا هون فقط الحسابات، يعني لو غيرنا الأرقام هنا والأرقام هنا أو القوة لن تختلف عمليات الحساب، لكن النتيجة قد تختلف. لكن هذه أبسط طريقة يعني، أو خلينا نقول هذه أبسط دالة يمكن لنا أن نقوم بالحسابات بسرعة. نكمل الآن. يمتلك الشخصان معا عفوا مجموع التفاح المتوافر لديهم الآن 120 وحدة. الآن هل هو كيلوغرام أو صندوق، كذلك الأمر وحدات القياس لا تهمنا، بهمنا المبدأ. ولحم الضأن 60 وحدة، أي أن الآن مجموع العرض X من التفاح لأحمد وأكس من التفاح لعلي المجموع يساوي 120، وبالنسبة للحم الضأن Y لأحمد زائد Y لعلي تساوي 60 المجموع، لأنه هنا 120 هو مجموع التفاح و60 مجموع لحم الضأن. الآن نقوم بحساب المنفعة الحدية لأحمد اللي هو المتبادل الأول، نسميه متبادل أو المتعامل أو العميل الأول. المنفعة الحدية اللي هي margin utility لأحمد من السلعتين X و Y كما يأتي. الآن بالنسبة للمارجن utility من التفاح بالنسبة لأحمد هو عبارة عن مشتقة دالة المنفعة لأحمد بالنسبة للتفاح. لاحظوا لي هنا دالة المنفعة بالنسبة لأحمد اللي هي تساوي التفاح X مرفوع القوة نصف مضروب في Y القوة نصف. فالآن هذا النصف يصبح هو المعامل، نطرح واحد صحيح، وبالتالي بتكون النتيجة المنفعة الحدية المستمدة من التفاح بالنسبة لأحمد تساوي نصف في X مرفوع القوة سالب نصف مضروب، الآن هذا بقي كما هو نعتبره ثابت بالحالة هاي، مرفوع Y القوة نصف. والمنفعة الحدية لأحمد كذلك أمر بالنسبة أو من لحم الضأن هو المشتقة الجزئية الأولى بالنسبة لحم الضأن وتساوي نصف كذلك الأمر، يعني هنا نصف يصبح المعامل، نطرح من هون النصف واحد صحيح طبعا يبقى عندي سالب، وبالتالي النتيجة النهائية
نصف مضروب في اكس القوة نصف في واي القوة سالب نصف. لاحظوا التشابه هنا بأن هنا سالب وهنا سالب وهنا موجب وهنا موجب، لكن اختلفت المتغيرات. نتابع على بركة الله. آخر نتيجة وصلنا إليها هذه المنفعة الحدية لأحمد من التفاح، والمنفعة الحدية لأحمد من لحم الضأن. يعرف معدل الإحلال الحدي أو ما يسمى Marginal Rate of Substitution MRS بين السلعتين X و Y بأنه كمية السلعة التي يضحي بها المستهلك أو المتبادل في هذه الحالة أحمد، يضحي بها أحمد الآن من أجل الحصول على وحدة إضافية من السلعة الأخرى. ويعرف رياضيا للمتبادل أحمد كما يأتي: المارجن ريت اوف سبستيوشن بالنسبة لأحمد تساوي حاصل قسمة المارجن يوتيليتي من التفاح مقسمة على المارجن يوتيليتي من لحم الضأن اللي هو المنفعة الحدية من التفاح مقسم على المنفعة الحدية من لحم الضأن. فنقسم هذه الكمية اللي هنا على هذه الكمية هنا، بتكون النتيجة النهائية Y sub A على X A. بمعنى آخر لحم الضأن كميته مقسم على كمية التفاح، لكن متغير هنا، لاحظوا هذا متغير هذا متغير حسب الحال وحسب أين تقع نقاط التماس اللي سأبينها بعد قليل. فإذا هذا ما يسمى معدل الإحلال الحدي لأحمد من التفاح مقابل لحم الضأن. النتيجة كانت Y sub A مقسم على S sub A. نكمل. بالكثير ذاتها نحسب المنفعة الحدية من السرعتين X و Y المتبادل علي. هاي المارجن يوتيليتي بالنسبة لعلي الآن من التفاح تساوي نصف في X القوة ناقص نصف في Y القوة نصف، وبالنسبة المنفعة الحدية من لحم الضأن الشيء ذاته لكن تختلف هنا، يعني هنا سالب هنا موجب هنا موجب هنا سالب، لأنه اشتقينا بالنسبة لX هنا وبالنسبة لY هنا، وبالتالي تساوي نصف في X القوة نصف في Y القوة سالب نصف. الآن المارجن ريت سبستيوشن أو معدل الإحلال الحدي بالنسبة لعلي هو كما يلي بين السلعتين X و Y المتبادل علي، فهو حاصل قسمة الآن المنفعة الحدية من التفاح مقسم على المنفعة الحدية من لحم الضأن. ولأنه القوة متساوية وتقريب يعني ودالة المنفعة متساوية، وحصلنا على النتيجة نفسها Y sub B مقسم على X sub B. هنا ما نلاحظه بأن معدل إحلال الحدي المتبادل أحمد وعلي متشابهان، هنا متشابه هذا المارجن سبستيوشن متشابه الاثنين Y sub B على X sub B، لكنها هنا في حالة أحمد Y sub A مقسم على Y على X sub A. لاحظوا الآن أنه نقوم الآن بمساواة، لأنه نقطة التماس يعني كل نقطة تماس المنحنى السواء، إذا بمش منحنى السواء للمتبادلين معنى ذلك هناك تقع عملية يعني صفقة، تحدث صفقة تبادل بيناتهم. فمتى ذلك يكون نقوم بمساواة معدل إحلال الحدي المتبادل أحمد مع معدل إحلال الحدي المتبادل علي كما يأتي. الآن هاي الآن لعدولي المارجن ريت سبستيوشن بالنسبة لأحمد أو معدل إحلال الحدي بالنسبة لأحمد تساوي معدل إحلال الحدي أو يساوي بالنسبة لعلي، وهذا يعني إذا ضربنا ضرب تبادلي لاحظولي بطلع عندي Y sub A مضروب في X sub B هنا تساوي هذه X sub A مضروب في Y sub B. هذه الحالة لا تحدث إلا إذا بيناها بيانيا كما يأتي الآن. لاحظوا لي هذا منحنى السواء بالنسبة لأحمد، مس منحنى السواء بالنسبة لعلي، وهنا منحنى السواء لأحمد حدث تماس بالنسبة لمنحنى السواء لعلي، وكذلك أمر هنا تكرر. هذا كل هذه نقاط التماس بتمثل لي على أنه هنا لاحظوا لي يعني نقاط التماس هنا 1 2 3 4 5 6 7، هنا هذا الفراغ أي بمعنى يمكن أن يحدث هناك نقطة تماس، لكن سنوفر وقتا ونضع هذه نقاط التماس التي حصلنا عليها من عمليات التبادل، وإذا شبكناها مع بعضها بعضا
نحصل على ما يسمى منحنى التعاقد. هذا هو الكونتراكت كيرف، بهنا أحمد وهنا علي. نكمل الآن، نستفيد من المعلومة حول الكمية المتوافرة من كل سلعة. لاحظوا لي أنه عندي كمية متوافرة من Y ومن X، X ومن Y. ما بعرف لكن التكسيم قديش هي، كم هي التكسيم، لكن احنا حصلنا على الآن حاصل العرض من التفاح لأحمد ولا علي تساوي 120. معنى ذلك لاحظوا لي هنا هذه X صب B هنا بعوض بدل هذه تساوي 120 ناقص X صب A، يعني معنى آخر هنا استفدت من أنه عوضت عن X صب B هنا. أوكي، هذه تساوي 120 أصلا، لأنه عندي أنا X صب E زائد X صب B تساوي 120. إذن هذه لوحدها تساوي 120 ناقص صب B، هذه تساوي 120 ناقص X صب A، فبنحصل على 120 ناقص صب X صب A في هذه الحالة. بالنسبة للحم الضان المجموع 160، فأنا أريد فقط Y صب B، قديش بطلع له؟ بطلع له 160 ناقص Y صب A اللي بتحصل عليها علي. يعني هنا المجموع 120، فاللي بيطلع لعلي هو 120 ناقص اللي بيطلع أو بتكون حصة أحمد. وهنا حصة علي من لحم الضأن تساوي 60 ناقص حصة أحمد من لحم الضأن. نكمل الآن، هاي التعويض بدل مكا يعني بدل هذه أكسبية، بتعويض هذه القيم في المتساوي أعلاه، المتساوي اللي هي هنا أوكي أو هنا، هذه نحصل على ما يلي Y صب A، هذه لاحظوا لي هذه بدل X صب B نضع الآن هذه القيمة 120 ناقص صب A، وهذه الآن X صب A نضعها هنا بدل Y صب B نضع هذه القيمة اللي 60 ناقص Y صب A. هنا أصبح معروف لدينا أنه يمكن أن نخرج بنتيجة ومعادلة واحدة. كيف؟ نعيد كتابة آخر نتيجة، هذه آخر نتيجة اللي هي Y صب A في 120 ناقص صب A بالقوس تساوي X صب A في 60 ناقص Y صب A. إذا الآن إذا دخلنا Y على القوس وهنا X A على القوس، وبالتالي 120 Y صب A ناقص X A صب A، طبعا Y لاحظوا لي هذه مضروبة في هاي، تساوي 60 في X صب A ناقص X صب A Y A بالتعويضات المناسبة بتنشط بهذه بهذه، يبقى لدينا هذه اللي هي 120 في Y صب A تساوي 60 X صب A. إذن لاحظوا لي هلا كل لاحظوا لي إنه لما نقسم Y Y هذه صب A تساوي 60 على 20 نصف، يعني لما بنقلبها بصير كأنما إنه X صب A تساوي 2 صب Y، عفوا X صب A تساوي 2 في Y صب A. بمعنى آخر إنه كل بالنسبة لأحمد كل وحدة تفاح تساوي وحدتين من لحم الضأن بالنسبة لأحمد. هذا الآن منحنى التعاقد اللي هو contract curve. هنا كمية التفاح وهنا كمية لحم الضأن، وهذه نقاط التماس بين منحنيات السواء لكل من أحمد وعلي، هذه النقاط، وبالتالي معادلة منحنى التعاقد اللي هي X، هذه كل وحدة تفاح بالنسبة لأحمد تساوي وحدتين من لحم الضأن. لاحظوا لي كيف أحمد يقيم التفاح بضعف قيمة أو كمية لحم الضأن. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة المرجوة لكم جميعا أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.